شباب جايب لكم النهارده لعبه تزلج على الجليد المجفوفين. لعبه حلوه قوي ومليانه كاستمايزيشن بالهبل. اما من غير كلام كتير يعني كده يلا بينا نروح نشوف اللعبه شكلها عامل ازاي. السلام عليكم يا قوم، مش دخلتنا. السلام عليكم يا شباب، ايه الاخبار؟ فيديو جديد، انا احمد سامي، والنهارده انا جايب لكم لعبه جميله جدا من العاب المكوفين اللي انا متاكد انها تعجبكم قوي قوي قوي، ولو عجبتك دوس لايك. لعبه حلوه صحيح. لعبه النهارده يا باشا بقى هي التزلج على الجليد او سنو ريس. اللعبه دي جميله قوي، بتلعب كان انت متزلج عادي وبتتزلج على الجليد، مبتكره رائع. اللعبة فيها مراحل كتير جدا، فيها اماكن كتير، فيها كاستمايزيشن. يعني ايه كاستمايزيشن؟ يعني تقدر ان انت تغير اللعب بتاعك، تغير الحاجة اللي هو السكير بورد او لوح التزلج اللي هو بيتزلج عليه، معدات التزلج كلها. تقدر ان انت تعمل حاجات كتير قوي في اللعبة. غير كده فيها نظام مالتي بلاير حلو جدا، تقدر ان انت تلعب مع الناس. يعني مثلا لو انا عايز العب معاك، العب مع اي حد، ممكن احنا نعمل تورنمنت او زي مسابقة ما بيننا كلنا كده ونلعبها مع بعض، تمام؟ برضو دي من الحاجات الحلوة قوي اللي في اللعبة. غير كده عندك مثلا يعني بتقدر ان انت مثلا وانت بتلعب بتعمل نطاط معينة وبتعمل حركات معينة. الحركات دي مثلا بتبقى بتديك نقاط وحاجات ومش عارف ايه. اللعبة مليانة، يعني فاكرين لعبة العربيات او الموتوسيكلات اللي انا جبتها قبل كده اللي هي سايكل باث؟ شبهها كده. لعبة فعلا مليانة وفيها حاجات كتير قوي. فخلينا من غير كلام كتير نشوف هنعمل ايه. بص بقى يا باشا، في الاول هتلاقي رابط تحميل اللعبه في الوصف بتاع الفيديو، هتدوس عليه، هتنقر انقر انقر، بقول لك انقر والا هنقرك، انقر على رابط التحميل. بعد ما تنقر على رابط التحميل سيبدا معك التحميل مباشره، وستجد تم استلام ملف صغير في ملف الداونلود الخاص بك وهو ملف اللعبه. ليش في اللغه العربيه انا عارف. المهم بعد ما تعمل الحاجة البسيطة قوي اللي انا سايب لك وربنا رابط مباشر، هتدوس عليها يبدأ الداونلود. عشان الناس بتسألني في التعليقات من غير ما يجربوا الرابط والله. فعرفت ان الرابط سهل؟ حلو. تعال نشوف بقى بعد ما تحملها بيحصل ايه. اهو نفتح اللعبة. او الـ exe فايل اللي اتحمل. يوزر اكونت كنترول، قول له ايوه. هنا بيقول لك سيت اب سنو ريس. Setup Snow Race. Welcome to the Snow Race setup wizard. This will install Snow Race version 1.0 beta 4 patch 1 on your computer. It is recommended that you close all other applications before continuing. بص بقى، دي النسخه البيدا. النسخه البيدا ناقصها حاجات، ناقصها زي المالتي بلاير مثلا مش موجود فيها. انا طبعا ما لقيتش النسخه الكامله، فعشان كده ما عملت بالنسخه البيدا. النظام البوينت اللي انت بتعمله ما بيتحسبش وحاجات زي كده، في حاجات ناقصه في النسخه البيدا للاسف يعني، لكن مش موضوعنا. تمام، انا هنشوف دلوقتي يتعمل ازاي. next جاري تثبيت اللغة، ثبتها وهتفك. بص بقى قبل ما نبدا اللعبه، ركز في التفصيله المهمه الصغيره قوي دي. Not checked. Finish all space. شيل الصح من هنا بس عشان مش ايه حوار مش مهم. خلينا نشوف لك حجم اللعبه كام بس عشان تبقى انت فاهم برضو ايه كل حاجه. سايز اون ديسك سايز 37.1 سايز. 37 ميجا بايت. خلي بالك اللعبه دي فيها شكل المبصرين، يعني اللعبه ديت فيها صوره، فكفيف تقدر كمبصر تقدر. حلو قوي، يعني حاجه جلاش. فالحمد لله. خلينا بقى uninstall 3 pin to start more collapse pin to task where run as admin open file location. ايه اللي انا بعمله ده؟ انا بروح لمكان تثبيت اللعبه عشان افتح لك الريدمي، عشان ده required يعني لازم اوريك الريدمي عشان snowboarding instruction dot text عشان ما يبقاش غلط يعني او ما يحصلش مشكله، لان هم قايلين ان لو هتستريبيوت الملف لازم اوريك الريدمي. فمش هنتاخر، هنبص عليها بسرعه جدا في اقل من دقيقه ونكمل. بص هنا بيشرح لك طريقة اللعب، تمام؟ أنا هشرحها لك لما نفتح اللعبة دلوقتي. غير كده أنت وأنت بتلعب طريقة اللعب إزاي؟ عندك سهم يمين وسهم شمال بتتحرك لما يعني أنت بتلف، بتتحرك في مكان معين على حسب طبعًا الماب اللي أنت بتسابق فيها، تمام؟ وبتروح يمين أو بتروح شمال على حسب الـ الاتجاه اللي المفروض تعمله، يعني الإيدج أو الحافة. بعد كده في مكان بيبقى فيه حفر في الماب بتنطها بالمسطرة، بيبقى فيه كليف أو الكليف ده عارف لما بيكون في حرف جبل
او حرف حاجه او حرف، يعني انا مش عارف اسمها ايه بصراحه باللغه العربيه، بس يعني حرف الجبل او حرف المنزلق اللي انت هتنزل من عليه الادج ده، فهو بينط اوتوماتيك لوحده. تمام، وهو بينط ممكن تدوس دبليو عشان تزود ارتفاعه في الهواء، لكن ما تدوسش قوي. وغير كده تقدر تعمل تريكس كتير جدا او حركات، يعني تتشقلب تعمل مش عارف ايه، الحاجات دي بتديك بوينتس كتير جدا في اللعبه وبتخليك احسن. تمام، في برضه حاجات بتوطي من تحتها بسهم لتحت وبرضه دي بتديك بوينتس اكتر في اللعبه. فبس هو ده اللي انت محتاج تعرفه غالبا، الحاجات الباقيه هتعرفها باللعب وبالتقدم. خلينا نفتح اللعبه. طبعا خلي بالك ان شكل اللعبه في عرضها للشاشه هنا، لان هي اللعبه ريزولوشن معين وانا الشاشه بتاعتي ريزولوشن معين. لودنج ساوندز بليز ويت. الشاشه سودا، ها، فما تستغربش هي قدام انا باين بالصوره لكن في حالتك انت مش باين بالصوره. ماشي، اهي ديت الانترو بتاعت اللعبه. اخرب بيت الترك. فجأة ماتت. قصص يونس، معلش بس خلصت. ايه رأيكم افع في التمثيل؟ Snow Race والله الموسيقى حلوة بس احنا مش عايزين كبريت. ها Press O to access the options menu. طيب بص بقى يا باشا، عندك ايه هنا؟ Mountain Jam. Mountain Jam مسابقة الجبل. مسابقة الجبل دي اللي انت بتسابق فيها لوحدك وبتجمع منها نقاط وحاجات زي كده. مالتي بلاير مود. المالتي بلاير مود، وده اللي انت بتتحدى فيه الناس كلها، لكن زي ما قلت لك النسخة دي ديمو، انا مش معايا النسخة الكاملة، ما اشتريتهاش. فمش ما فيهاش مالتي بلاير. شوب. والشوب ده المتجر بتاع اللعبة. اكزيت. واكزيت هو الاكزيت. اكزيت. شوب. اكزيت هو الخروج. اوبشنز. والاو بتفتح الاوبشن. بلاي باك جراوند ميوزك. هنا في الاوبشن انا دوست او عشان اجيب الاوبشن، بالمناسبه هي تركيبتها غريبه شويه. فاو اول حاجه بتقول لي بلاي باك جراوند ميوزك، انا عايزها. تشينج كورنت سابي فويس، ممكن اغير صوت السابي السابي فويس اللي انا بستخدمه. تشيت كودز، وهنا تشيت كودز دي عباره عن تشيت كودز يعني حاجات كده بتحطها للعبه زي كلمات سر كده بتخليك مثلا ما تخسرش، بتخليك تكسب بوينتس بالهبل، حاجات زي كده. كريدتس، كريديتس دي الكريديتس بتاعت اللاعب باللاعبين، او يعني كريديتس يعني ايه؟ عارف لما بقول لك انا بدي لفلان الكريديتس لانه هو ساعدني مثلا في حاجه، هو بيدي الكريديتس لابن عمه اللي ساعده في الرسومات. انيبل اور ديسيبل كاركتر فويسز، هنا انيبل اور ديسيبل كاركتر فويسز الاصوات بتاعت اللاعبين. انيبل اور ديسيبل كاركتر فويسز، كريديتس، تشيت كودز، انتر تشيت. هنا لو هتكتب تشيت كود مثلا ف مثلا جود مود جي او ام أوه. لا حرام، اكتب بسرعه. كريديتس، طبعا ده تشيت كود غلط لاني انا ما اعرفش التشيت كودز بتاعت اللعبه. تشينج كورنت سابي بصراحه مش مهتم. بلاي باك، بلاي باك جراوند ميوزك. سكيب يا عم. ماونتن جام، ماونتن جام. فهنفتح الماونتن جام، بس خلينا اوري لك الشوب الاول فيه ايه. مالتي بلاي شوب، سنو ريس شوب، ابجريد بالانس فور $1000. الابجريد البالانس ده زي الانرجي كده، لو انت بتلعب العاب فيها انرجي، عارف لو انت بتلعب كونستنت باتل ففي حاجه عندك اسمها ريزركشن، هي نفس الفكره بتاعت الريزركشن. اعتبرها المستوى بتاعك او القدره بتاعتك، ان انت مثلا لما يبقى البالانس بتاعك اعلى تقدر يتفتح لك حركات اعلى ويفتح لك حاجات زي الليفل كده، زي ما يكون الليفل بتاعك، فاهمني؟ upgrade nose raise speed for $2000. بدايه ثانيه الاولى في $1000، الثانيه $2000، دي بتابجريد السيت اب بتاع السبيد بتاعك او الحاجات اللي انت بتسابق بيها، معدات التزلج. سلام على اللغه العربيه. order new snowboard، عربيه نوعها ايه بقى؟ المهم هنا order new snowboard، لو انا عايز اشتري snowboard جديد او زلاجه جديده. order new snowboarding gear، وده لو هتطلب snowboard وجير جداد. تمام، order new snowboarding gear. خلي بالك هنا في حتى احنا في الديمو برضو مش مفتوح كل الحاجات، ففي حاجات في النسخه الكامله احسن بكتير يعني. snow race main menu، mountain jam، نختار الماونتن سنوبوردر. بص بقى هنا بتقلب right. طب انت حبيبي اتكلم، بتختار يمين وشمال العناصر وانتر عشان تاكد الاختيار بتاعك. تمام، فهنا عندك حاجات لكن كلها مقفوله. continue change character، هنا تشينج كاركتر، هي واقفه على كونتينيو اصلا عشان تبدا، بس عندك تشينج كاركتر لو انت هتغير الشخصيه، فعندك اندرو وميسن، فهم اندرو اللي مفتوح واحنا مختارينه اوريدي. كاستمايز سنوبوردنج جير، وكاستمايز سنوبوردنج جير، ودي معدات التزلج.
رايدرز بروفايل. والرايدر بروفايل ده بيقول لك معلومات عن الراجل اللي انت بتسابق بيه، عن اندرو، وان اندرو مولود 1996، اكبر مني ولا اصغر مني؟ انتوا قولوا في التعليقات، تتوقعوا كده اكون انا مواليد 96 ولا يعني ولا اكبر ولا اصغر ولا ايه. كاستمايز بورد، وده الكاستمايز البورد لوحة تزلجي نفسه تقدر تكاستمايزه من كونتينيو. كونتينيو سيلكت كورس، هي مش كونتينيو بالمنطقة، هي كونتينيو. ما تسالنيش ليه بس هي كونتينيو والله. هم متاشغل. الباين ماونتن، هنا بيقول لك الكورس الاسكا او الحاجه اللي انت هتعملها فهو كله مقفول. الباين ماونتن، الباين ماونتن، الاسكا، الاسكا، مع اني كنت هموت واسابق في الاسكا. الباين بيك، امريكا، بس ماما امريكا موجوده هنا فاختارها. ستانت سيركت، فهنا بيقول لك الايفنت الوحيد اللي موجود ستانت سيركت. طبعا لان انا ما لعبتش اللعبه يعني، واخد بالك، بس انا قريت الريدم. يلا المسطره بتمط، استنى بقى لما يجي لا يدوراني. left 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 turn completed، بس كده. برافو يا ابو حميد. right اهو بتنيك ده سويت لحد لما يقول لك ان right completed. ها right turn completed، بس حاول تخلي البتاعه دي في النص. ها طبعا انت المفروض تعرف ازاي تقدر تعمل الحركات او الابيليتي دي العالي، لكن انا ما اعرفهاش. اوه رايت تيرن كومبليتد، طيب الحمد لله. رايت رايت، حاضر حاضر. رايت 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 كعود. right turn completed، الحمد لله. بص بقى حاول تخلي البتاعه دي في نص ودانك. انت اوريدي انا عامل لك تشيك بوينت. الحمد لله عندنا تشيك بوينت. تشيك بوينت دي يعني نقطه سبيد انترينج سبيد جامب. اوبا ركز يا معلم. left، احنا هننط نط عالي. خلي بالك في ادوات بتاخدها زي سبيد بوستر بتخليك تبقى اسرع. حاول تخلي البتاعه دي left turn completed. يعني الصوت في النص. احنا دلوقتي عندنا تشيك بوينت، يعني لما هبدا مش هبدا من الاول. اهو مش هبدا من الاول. ايه انا كده في الهواء. ايه عملت حركه. تاني بحب اللعبه دي. رايت رايت يا ابني، رايت 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 يا حبيبي. رايت تيرن كومبليتد، الحمد لله ما متش. ايه نعمل حركه بالانس صايعه. اوبا على فكره لو دوست دبليو وطرت في الهواء ممكن تيجي على وشك. ها خلي بالك ما تقفورش. You fell too many times resulting in several injuries. بيقول لك your run is currently over. Returning to main menu. شكرا حبيبي والله. مش عارف Snow race main menu. بيقول لي ان انا وقعت كذا مره. Access the options menu. ودخدخت بزياده يعني. اتفرتك اللعب بتاعي. الحمد لله. الحمد لله. ما طرت. انا بطلع عشان اتبهدل في الفيديوهات. طيب تاني بقى. Mountain jam. Customize snowboarder. Continue. Change. Continue. Continue. Select course. Alpine peak. America. Select event. Stunt circuit. Stunt circuit. Racing rally. Stunt racing. Select number of laps. ايه ده فتح لي الريسنج رالي اهو. بص دلوقتي اقدر اسيب. 10 laps. 10 laps. 9 laps. 8 laps. 7 laps. عايز اقل حاجه. 6 laps. 5. 4 laps. 3 laps. 2 laps. 1 lap. Select difficulty. Amateur. Amateur. Semi-pro. Amateur. Amateur. مراهق. يا مراهق. المهم دي أضعف حاجة يعني. Snow Race welcomes you to the annual race rally event. طيب. ده بس ايه؟ بالراحة يا عم.
وانا في حيط. Left turn completed. ده مش انا، ده واحد اللي وقع. نطة. Right. لفة اليمين ايه؟ Right turn completed. Backside 180. حلو. Right. لا لا، يمين بقول لك. Right turn completed. يا اخي يمين يا اخي. Right. ازاي اشرب right turn completed. حبيبي الشاي بتهيألي أم كلثوم أحسن حاجة. Passing checkpoint. حلو، بس هنا عملنا passing checkpoint. Warning. Speed. Entering speed jump. حلو، speed jump. يلا يا معلم. Left. ده شمال. Left turn completed. الحمد لله. Exiting speed jump. نفسي اخد speed jump واحدة سليمة. واحدة. هي. واه. يلا. المشكلة ان البالانس بقى افور ساعات فيه. الحمد لله ما متش. ودي مفاجأة في حد ذاتها لكل المتابعين انا متأكد. يمين بقول لك. Right turn completed. معلش انا اسف على الحركه المتخلفه دي، بس انا ما كنتش هسيبه يهزمني، او على الاقل بحاول. ها انا كل ده طاير في الهواء. طاير. اوعى تموت. ما متش. والله ما مت. تخيل، انا متفاجئ. انا شخصيا يعني متفاجئ بصراحه، لكن يعني الحمد لله. الشمال. طب الحركه الغبيه دي مش هتحصل معايا كل مره. ها لا. Left turn completed. ما هي completed على جثتي يا اخوي، يعني completed سليمه، ما ندشديش في الارض. يلا مش مشكله، حدش ياخد منها حاجه. جمال بالسقف. ولو انت بتتفرج سقف لي يعني. ايه بقى؟ اوبو. Right turn completed. الحمد لله. انا طبعا المفروض اني ما انطش، بس انا بنط عشان اجيب المسافه. ماشي وانا ماشي على الثلج برجلي، وانت الثلج ابو حميد. Passing checkpoint. حتى سمع المسلسل ده؟ في تبويض ثقافات بيحصل بالهبل. الفيديوهات بتاعت يلا. يلا. لا لا لا. Left turn completed. Right. ده اسلوبي في رياضة التزلج على الجليد، احب ان اسميه قفزة البطة. جربتها مرة والله في حياتي قبل كده، بس وقتها ما كنتش يوتيوبر وما كانش عندي مزاج ان انا اصور كل شيء تافه انا بعمله، فما صورتوش للاسف الشديد يعني. بس المرة الجاية ضروري ان انا اصورها، ضروري بجد يعني. دي حاجة ما تفوتش، كانت تجربة جميلة الصراحة.
طالما انت مش هتلبس بدماغك في الارض فهي تجربه رائعه يعني. بالمناسبه ما قلتش ان انا لبست بدماغي، معلومه صغيره ليك. انا اطير الى اللانهائيه وما بعدها. انا هيفعل سكيب بورد في الهواء. طيب بعدين بقى هات امك اللي جبتها. لا 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 resulting in several injuries. Your run is currently over. Returning to main menu. Snow race main menu. Press O to access the options menu. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه بتحبطني ليه؟ ليه هديتني كل حاجة وفي لحظة خدت كل حاجة؟ ده انا اتزلجت عشانك. كمان ليفل ها؟ كمان ليفل. Mountain Jam. Customize snowboarder. Continue. Select course. Alpine Mountain. Alpine Peak. Alpine Mountain. Alaska. Alpine Mountain. Alpine America. America. Select stunt circuit. Racing rally. Free ride. الله انا جالي free ride. انطلق في trick tutorial. Trick tutorial. طب حلو. Welcome to the snow race tutorial. Here we will learn the functions of the game. Note for this game mode, the track has been switched to a temporary tutorial course. Press enter to continue. First, we will start you off explaining movement. طيب. When you begin, you will begin moving automatically. Depending on which board and character you selected, you will accelerate at a certain speed. بيقول ان سرعتي وتحركاتي على حسب الشخص. Once you hit the character's max speed, your board will stop accelerating automatically. Once you press enter, we will start. طيب. Shortcut taken. بتاكسلريت بسهم القدام. دي طبعا انا عارفها. بس اخبية ما فتحوليش التوتوريال اللي في الاخر. يلا مش مشكلة. Coming up here is a left turn. بص قدامي when you turn. Enter a turn, لما تعدي اللفت TDS turn, will alert you on what key to press. الصوت هيقول يا دوس يمين ولا this شمال. Turn coming up is a left turn. انا اللي جاي دي شمال. Once the TDS says left, hold down the left arrow to fight the turn and eventually you will exit the turn, depending on your speed. Press enter طيب. To continue. بيقول لك ان انت يا باشا هتدوس شمال لما يقول لك شمال تقول لك شمين شمين يمال يمال على حسب ما يقول لك. يقول لك روح يا اسطى كده تروح يا اسطى كده وهكذا. فتعال نشوف. left. انا اكتشفت اكتشاف خطير. left turn completed. لا تمام. doing good so far. Now, onto the more fun bit of the game, doing tricks. Tricks. Press enter to continue. Enter. Tricks are the nuts and bolts of the gameplay in Snow Race. In order to unlock new content and win events, tricks are required. Press enter to continue. هنا بيقول لك ان التريكس هي اهم حاجه في اللعبه وان التريكس هي اللي هي النط والحاجات اللي بيقول لك عليها دي قصدي يقول لك ان هي الحلوه. والحلوه منين؟ المنصوره غالبا معرفش. يعني بس ده شيء شائع يعني. المهم فالحركات دي هي اللي بتفتح لك الاوبشنز الجديده في اللعبه والسكير بوردز الجديده والحاجات الجديده دي. Coming up ahead is a jump. بيقول لك في نطه قدامك. Your border will auto jump once you reach the jump. الراجل ده هينط لوحده. When you are in the air. لما تكون في الهواء. You will hear a sound like this. Press enter to continue. هتسمع صوت like this اللي هو ما سمعهوليش. خلينا اسمعه لك. يلا عشان تعرفوا بس انا بتعب علشانكم قد ايه. This sound indicates your board's nose and its location in the air. To raise the nose, you hold W. To lower the nose, hold S. The clicking sound you just heard will increase and decrease in pitch as you adjust your nose. Press enter to continue. بص هو انت بالدبليو ولا اس بتادجست نفسك في الهواء او بتشوف انت فين في الهواء يعني وخلاص. بس هو ده الحوار يعني اللي هو عايز يقوله لك. Now, onto actual trick combinations. التريك بقى. Tricks are dependent on two things, your nose angle and your character's overall balance. You can get an overview of tricks with the trick book, but for now we will do the simplest trick, the backside 180. طيب.
Press enter to continue. بص يا معلم، هنا بيقول لك هو سابني طبعا اتغابى مع نفسي، وبعدين دلوقتي بيقول لي بقى، بيقول لي ان انت عندك اللي هي التراك بوك ده، كتاب كده في اللعبه بقراه وافهم منه عامل التريكات ازاي. فهو يعلمني ابسط حاجه منهم اللي هي اللفه 180 درجه اللي انا تقريبا عملتها 5 مرات لحد دلوقتي. First, once you approach the jump and are in the air, hold down W, press enter to continue. وانا في الهواء هدوس W، تمام؟ زي ما قلت لك الاس بتقلل والW بتعلي، بس ما تأفورش قوي لا تتقلب على بوزك. Then, while holding W, hold left and up at the same time. This is the combination for the backside 180. بس. Once you do that, I will instruct you on landing. طيب. Press enter to continue. هنا بيقول لك هيوريك تلف تنزل ازاي، بس يعني لما تبقى في الهواء دوس W تنيك دايس ودوس السهم لفوق وشمال. بقى لما تيجي النطة W وسهم الفوق وشمال. Awesome. Now landing is easy enough. Ease that nose gently down with S. This ensures you have a smooth landing. Press enter to continue. دوس S بقى لحد لما ينزل في الأرض. جلاش. انا ما كنتش بدوس اس عشان كده كنت بترمي رميات غبيه. الحمد لله. Okay, now this is where things get tricky. بيقول لك هنا بقى up ahead is a drop off. قدامك حفره. What is a drop off, you ask? Press enter to continue. حفره في الارض. Drop offs are jumps that require you to jump over them. نطط انا هنط قدامها. You will be in the air and can pull off some crazy tricks. هكون في الهواء وهعمل حركات مجنونه. To jump, use the space bar. ماشي. You will know when you're at a drop off because the TDS will say drop off ahead. This is your cue to keep jumping until you are either over the drop off or crash into it, at which point you will be reset at the beginning of the course. بص يا باشا، لو وقعت هبدا من الاول زي ما قلت لك، وهو الناطق هيقول ان هي دروب هوب دي وبس، وانا نطها. يلا دروب هوب اهيد. فين left. هعيد تاني. فش اللي انا في left turn completed. ما بعرفش اعمل توتوريال خالص. طيب في تاني. backside 180. بس ننزل انزل 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 بس شطور. ثم ركز بقى. Drop off ahead. Point bonus. يا ابو حميد يا برنس. Backside 180. انزل. اللعبة دي حلوة. بيته. طب بعدين انا زهقت.
هبقى اكمل التوتوريال. طب ماشي، يعني انا مش معترض، طبعا نعمل حاجه حتى. ماشي في نور الله. ايوه افتكرت، طب اخبط دلوقتي ولا اعمل ايه؟ ما مش هدي وريني بقيه التوتوريال، وانا لما عملته صح انا دلوقتي عملته صح. طب بعدين طيب بص، اتناقش معاك في تفصيله مهمه بقى على ما ربنا يكرم. بص يا معلم، دلوقتي انا عجبتني اللعبه صراحة، وغالبا وقت ما تشوف الفيديو ده هكون انا مش فاضي العب خالص، بس بفكر ان انا برضو بدل ما ابقى معامل بروجرس اللعبة اوف سكرين او يعني مش معاك، لا انا مش هلعبها الا وانا بصور، وهصور لك كل اللي انا هعمله وهوريه لك في الفيديوهات، لان اللي حصل في لعبة الموتوسيكلات برضو نفس الفكرة. سايكيك، انا عجبتني اللعبة جدا، وبصراحة نص ساعة لقيت نفسي بعمل بروجرس وندمت جدا ان انا ما سجلتهاش للناس. فبما ان عملت ويندوز جديد فكل ده بقى ريسيت، فممكن نبدا دي والثانيه في فيديوهات بالشكل ده. فقولوا لي لو تحبوا، مش هتبقى شرح للعبه، انت اوريدي عرفت شرحها، لكن جيم بلاي فاهمني، ان انا هلعب بس وانا بكلمك ونشوف هبروجرس ازاي، هوصل لايه، كل حاجه. بس هو ده الموضوع، مفيش pause menu. بس كده resume game tricks list tricks list options return to main menu return to main menu mountain jam اخد كمان سباق اخير بس لاني انا كنت use left and right to select continue select alpine mountain alpine america select stunt circuit racing rally free ride trick tutorial free ride racing rally هنلعب في الرالي. select number of one lap select difficulty amateur amateur snow يلا بينا نجرب بقى كده وان شاء الله المره دي تظبط. ها يلا اخر جيم بلاي عموما اخر فيديو هيبقى من اول. left pause menu resume game resume tricks list options tricks list resume game backside 180 اهو right. مش سامع طبعا، هبعت لها لك. اوه backside 180 اهو ننزل تاني right right turn completed right لا هخبط 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 right turn completed sorry passing checkpoint ما بيلخبطنيش الا لما يجي معايا يعني لو ان انا اعرف ان انا ظبط entering speed jump حلو مستنيه مش بالشكل ده انا مستنيها بس مش بالشكل ده برضه exiting speed jump backside 180 ايوه اهو backside 180 جبت ما تيجي اما افتكر احاول اعمل حركات جديده وانا مش متعلمها right turn completed fine
انا بلف حوالي الفرن عجيبه، كنت عايز اجيب لفه بالشقلوب بس ما جاتش. يلا مش مشكله. Left. Too many times, resulting in several injuries. Your run is currently over. Mountain, multi, shop, exit. بص هو انا على لان تايم فانا لازم امشي دلوقتي، بس يعني كان الجيم بلاي حلو اي ثينك على الاقل بالنسبه لي. فلو عجبك قول لي نعمل فيديوهات تانية عن اللعبه. كان معاكم احمد سامي، لايك شير سبسكرايب، ولو عجبتك الفيديو دوس لايك. وفي في حد بيدوس ديسلايك كل مره، واحد بس تقريبا، او في واحد بيخش يتفرج ثانيه ويدوس ديسلايك، فغالبا انت مش مستمر. بس يعني لو استمريت في يوم يا ريت تقول لي السبب ايه، يعني غالبا انت ثانيه ما بتبقاش عارف انا قلت ايه. تفصيله مهمه برضو احب اعرف اجابتها، يعني ليه ديسلايك كل مره؟ يعني شيء برضو فضولي عندي كانسان، يمكن في حاجه انا مش واخد بالي منها، يمكن عيبي ان انا بزود الفيديو عن ثانيه مثلا ولا ايه، مش فاهم. قولي بس اللي يرضيك وانا هعمله يا باشا. المهم لايك وشير وسبسكرايب. دوس لايك، زرار اللايك ده عايزك تدوسه، يعني بلاش تعدي ساكت كده، ما بتضايقني والله نفسيا. انا ببقى عارف ان انت اتفرجت وما دوستش لايك والله من الاناليتس. ودوس سبسكرايب واشترك في القناه، مش تخسر حاجه يعني، هتبسطني انا شخصيا، بس انت هتكسب برضه يعني لما اعمل فيديو حلو زي اللي انت اتفرجت عليه ده بشوفه، مش هيحصل حاجه. ولو فعلت زر الجرس والله هتعرف بفيديوهاتي الجديده من غير ما تيجي تدور في القناه لوحدك وتعرف انا نزلت ولا ما نزلتش، ويمكن اكون عامل مسابقه وتروح عليك. دوس افعل الجرس بس كده، شفت حاجات بسيطه ازاي وتبسط قلبي، تفرفح عيوني وابقى حاجه حلوه من جوه يعني. بس كان معكم احمد سامي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اكزيت اكزيت يا